السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفيق وحيد يقول إنه نجاح بوغرة يزعج الفاشلين. تعالوا مع بعض نسمع هذا التصريح. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. هيا بنا نسمع. الماضي في وقت ما كنت أظن أنا واحد من الناس كنت أظن إنه بوغرة كان يمشي تحت ظل بالماضي في وقت ما. دليل على ذلك في كوب انا كنت حاط كاس العرب بن اللاعب بن عياده والشتي مشاركه اللاعبين هذوك كنت اظن انه يمشي تحت ظل بالماضي، لكن بعد مرور دوكا عنده بوغرة قريب عام ونص، لما بعد مرور الايام وبعد مرور السنوات لاحظت انه بوغرة عنده فلسفه خاصه به وطريقه لعب خاصه به. حتى لما شاهدت مباراه المنتخب المحلي عرفت انه بوغرة ما بقاش تحت ظل بالماضي، لانه بالماضي كان يمرر الفلسفه تاعو وطريقه اللعب تاعو يمررها اللاعبين المحليين عن طريق بوغرة. لكن في وقت من في هذه الايام ربما ما تشوف الشيخ رفيق باللي هذا هو المشكل اللي ادى الى هذيك القطيعه وادى الى انه هذا المنتخب بوغرة اصبح مظلوم واصبح دائما يديروا له عراقيل، لانه الكلام اللي تكلمته اسكو راك تشوف فيه باللي كلامي صحيح ولا راهي وجهه نظر فقط؟ قلت معليش قلت ربما هناك نيه مبيته من اجل وضع بوغرة والمنتخب تاعو في ظروف سيئه جدا حتى لا ينجح. من وراء هذا ما عنديش اجابه، ممكن نقولها لك ونقول لك راي سوبجكتيف، ولكن عندي قناعه انه كما احنا نقول بين قوسين بولا صندعتك، هناك من لا يريد نجاح بوغرة. نبدا نقول لك ممكن عنده ضغوطات من ربما من ما فيديراسيون اللي مأثر عليها جمال بلباضي. ممكن انت انا نقول لك ممكن ما عنديش سيرتيتي صح، انا نتكلم لك ممكن رايي بصح نعطيك الارغيمون. اولا اعلن جمال بلباطي في بدء العام ان بوغرة سيكون احد اعضاء الطاقم الفني في شان كاميرون جا مع الفرقين ونحاه. لماذا نحاه؟ انا نقول لك لو طون وقتاش نحاه؟ نهار اللي لعبنا مع ليبيريا في وهران المنتخب المحلي وكان مجيد بوغرة لعب ضد ليبيريا، كان جمال بلماضي حاضر. من بعد التصريحات اللي قالها بوغرة على ليبوك قال ربحنا نتيجه عريضه، قال ربما بعض اللاعبين شعروا بيضات اللي دي كريشبي بارابور لا بريزونس تاع جمال بلماضي. هو قال دون لو بون سونس وبارابور الاخر فهمها في الموفي سونس، ما كانش البون سونس كاين الموفي سونس نحاه من الصف. سما كوم سي علاش حضرت هذا الكلام؟ فيه عنده فكر بالماضي ضيق جدا، تم يفهم النقص نحاه. نحاه من الصف وبوغرة بعض المصادر يعني الناس القريبه ليه يخاف في الديبي تاعو، باسكو نعترفوا انه بالماضي كان الحمد لله انه كان ماشي دوك كان الامر الناهي. هو حاب ينجح اما مجيد يقول لك الاول يوم نهضر عليه ربع كل ما يهضرش عليه قلت حاجه ايجابيه فهمها سلبي. رفيق يدير لي ضغط. سؤال جميل في دقيقه، سؤال من فضلك طرح نكمل لك الطرح، من فضلك نكمل لك الطرح وقول لي زوج دقائق كاين وقت البرنامج انتهى. اليوم الغلطه اللي دارها بوغرة وش بونس دي سوبريسيون جاب لا كوب راه مستوى عالي وقال تعلمت من عند جمال بلماضي. هذا الخطا اللي يحسب على ماجيس جد المال نحبه بزاف وقادر ينجح مع المنتخب الاول الخطا اللي داره، ولكن اليوم كي او يطلع كوبارا عنده الشال وين نتا ليكيب بريمير تاعك اللي حكم هذه دي 208 اورو في الماتش المونديال وخرج بريميتور لافون ديرني في لاكوب دافريك. بالمقابل بعد ما شفنا المونديال السنغال الكامرون تونس المغرب في نصف النهائي يجي الشان ممكن بوغرة يدير لكم دافريك يدير الظل لعده ناس جوبونس فيها غيره. نعطيك هذه وساختم بذلك. بالماضي مالوريزمون نهار اللي لعبنا لكم باراب وقلت اش نعاودها اوكا ماتش باش نشوفوا في قطر. وكي جا لابدي قال الجيري كانت ترانسفورماسيون ديفات قال الجيري مولا كوباراب يا اخي كان لابدي معاه قال بعدين لو كنت عندي طالب ديال 39% ديفات غدوه من داك يجي عبودي ديمونتي صافي بوك بالماضي
إذا با أبريسي كيفاش تلصق أنت معايا مجيد بوكرا باش نبارطي ونقعد وحدي لو ميريت ليا ماشي الألجيري. صح صح. في هذه المؤشرات كلشي نقدر نقول لك بلي نجاح بوكرا يزعج من اليوم يصفهم الزمن بالفاشلين.